السلام عليكم دراري، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نبين الفيزا للبرتغال، ولكن فيزا للتجار، شي واحد تاجر، شي واحد عنده شي مقاوله، شي واحد عنده شي محل ديال البيع. واش فهمتي كيفاش؟ هذا هو اللي غادي في هذا الفيديو، هادشي اللي غادي نبين المعلومات، ولكن خاصه للبرتغال. واش فهمتي كيفاش؟ حيت كما قلت في واحد الفيديو سابق، شحال هادي لو الدير شنغن راه نفس المتطلبات بالنسبه لجميع الدول. فين كيبقى المشكل غير في الاختلافات. كاين شي دول دابا بحال السويد ولا النرويج، راه صعيبه الفيزا، راه نفس المتطلبات، ولكن هما تيصعبوا شويه، وما خاص يكون داك الشيء. واش فهمتي كيفاش تيصعبوا؟ لا الالمان تاعي راه صعيب صعيب باش تشد، ماشي مقارنه بحال سبليون ولا البرتغال ولا غريس ولا. المهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا هادشي اللي غادي نبين المتطلبات ديال الفيزا توريست البرتغال. واش فهمتي كيفاش؟ ولكن بالنسبه للتجار، شي واحد عنده شي محل، واش فهمتي؟ المهم زيرو معايا. المهم اول حاجه راه المطبوع تعمرو، المطبوع راه ندير واحد اللينك في التحت، راه فيه جميع اللي سميتو فرونسي بورتوغال انجليش، فهمتي؟ بالعربيه بالالمانيه، فهمتي؟ داك المطبوع باي سميتو. المهم راه نحطو في التحت، المهم اللي بغاه يورك على اللينك وي راه يبان ليه ويحملو ويتيليشارجي. المهم اول حاجه المطبوع وتسيني فيه، واش فهمتي؟ وهاد النقطه هادي راه مهمه هادي. شوف ديك السينياتور اللي دير في المطبوع راه خاص تكون شبيهه بالسينياتور ديال الباسبور، ديك السينياتور اللي درتي في الباسبور. المهم هادي معلومه بسيطه، المهم راه مهمه تاعي. السينياتور اللي غادي دير في المطبوع تكون تقريبا بحال ديال الباسبور. المهم انت النقطه بسيطه، ولكن المهم انت خاص تمشي ليهم على بال ديالهم. تاني حاجه جواز السفر على الاقل يكون فيه 3 شهور ولا 6 شهور. المهم الباسبور ماشي مشكل، النقطه هذه ماشي مشكل. جوج صور الخلفيه تكون بيضاء، شهاده التامين تكون صالحه لجميع دول شنغل. هادشي ديما نعاودو، الحجز الفندقي والتيكيت هادشي راه ضروري، حجز الفندقي والتيكيت هادشي ساهل. ها المهم دابا فين كاين السجل التجاري، واش فهمتي؟ هذا هو اللي مهم كاع. دابا بحال شي واحد اللي عندو شي محل، راه خاص يجيب ليهم السجل التجاري. واش فهمتي كيفاش؟ هذه هي النقطة المهمة دابا للتجار اللي شي محل ولا شي حاجة، وهذه تاني مهمة. المهم السجل التجاري راه مهمة هادي اللي انت راه. وبالنسبة لهاد النقطة هادي تا هي التوصيلات ديال الأداء ديال الضرائب الأخيرة. المهم كاع دوك الشهور دوك، المهم خلصتي الضريبة الشهور الأخرين كاع خاص هادوك تبعتهم واحد 4 ديال الروسيات. المهم خاص توريهم بلي انت راه مخلص الضريبه ديالك، راه هو هذاك. تاني حاجه البنكه رولو في البنكير خاص يكون عندك، ولكن راه الا كنتي انت تاجر راه كاينين الفلوس. واش فهمتي كيفاش؟ راه كاينين الفلوس. المهم ما شنو غادي خصك؟ غتخصك كما كنقول ديما تنقول 3000 يورو هي القليله، هذه بالنسبه للمساكن اللي ما عنده والو، لا يمشي سياحه والو، مسكين ما عنده والو. ولكن راه ماشي بالضروري خاص تكون عندك 3 د المليون فيه. واش فهمتي كيفاش؟ حيت انت راه تجيب ليهم ماشي شحال عندك بالضبط، خاص تجيب ليهم شحال دخلتي شحال خرجتي شحال، واش فهمتي؟ 3 شهور الاخرى هما راه يشوفوا راه شي فاش غتجيب ليهم داك رولو فيد بونك. راه خاص تكون على الاقل تكون واحد 15 الورقه ولا 10 د الوراق على الاقل، فهمتي؟ حيت تبين ليهم 3 شهور الاخرى كي دايره شحال دخلتي. المهم هاد النقطه راه مهمه بزاف خاص نبازي عليها. هي شنو هي؟ بحال دابا شي واحد راه لا بلي بار مساكن ما عندهمش لا فلوس لا والو، بغا يجيو كلشي كيقلب على طريقه غير شرعيه باش يجي لوروب، واش فهمتي؟ المهم بحال هاد البار دي هادي بالنسبه للبنكه شنو غادي دير؟ البنكه راه غادي تقدر تكري كونت بلا ريال بلا جوج. والمهم قد لوح فيه شي حاجه واحد 1000 درهم وخرج ودخل عاوتاني، واش فهمتي كيفاش؟ وشري في سوبر مارشي وسير، واش فهمتي؟ هذا هو اللي مهم. المهم هاد النقطه راه مهمه، خاص تلعب عليهم على شحال عندك، حيت انت في الاخر غادي تجيب لهم رولو، راه غادي تجيب لهم 3 ديال الوراق 10 ديال الوراق ولا 15 الورقه ديال 3 شهور الاخرى، حيت راه هذا السيد هذا راه سامارس راه خدام كيجبد كيدخل، فهمتي كيفاش؟ هذا الشيء اللي كاين. والمهم المهم 3 شهور الاخرى ويكون عندك شويه ديال المال. وشنو باقي؟
هذه التاية الا كنتي ديجا مشيتي تجيب ليهم شي روسي، فهمتي؟ ماشي روسي يا ربي، داك التصوير فيزا قديمه، الا مشيتي لالمان المهم شي دول ديال شنغن تجيب ليهم واحد داك الفيزا تتصورها تحطها في الدوسي. والمهم راه الدوسي لحد الان راه مازال ما كامل، انت غادي تدفعو، واش فهمتي؟ غادي تدفعو وغادي تسنى، راه يقدر يقولوا لك جيب لنا شي وثيقه اخرى. وعاوتاني بالنسبه للحاله العائليه، الا كنت متزوجه خاص تجيب ليهم عقد الزواج ولا سميتو، هذه راه حتى هي مهمه، ولا توفات لك المراه خاص تجيب ليهم شهاده الوفاه، واش فهمتي كيفاش؟ ولا المراه بالنسبه للمراه حتى هي، هادشي بالنسبه للتجار كتكون بعدا سهله ليهم، التجار اللي كتكون حيت السجل التجاري والتوصيلات راه هادو هما اللي مهمين كاع، والمال المال راه مهم حيت انت راه غتمشي للسياحه. والمهم بالنسبه انت من ديك الساعه فاش غتمشي، حيت واحد السيد حتى هو مسكين قال لي، سولني وقال لي بغيت نمشي للبرتغال ونكمل لفرنسا، راه يمكن اصاحبي تمشي تكمل لفرنسا. وانت ديك الساعه انت راه عارف، انت عارف احسن مني، واش بغيتي تسلت، واش بغيتي تقدم لو جو، واش بغيتي تجوج، حيت راه كاينين شي دول تقدر تجوج تما، وكاينين شي دول عاد هذا راه موضوع اخر راه ندير فيه شي فيديو، تقدر الا مشيتي اتسلتي بلا اوراق حركتي ديك الفيزا راه تقدر تجوج تما، كاينين شي دول كي تقدر تجوج ديريكت تما تبقى معاها، كاين شي دول كيقول لك اخويا سندل يا تنزل عندك تجوج يا تنزل عندك باش تقادو الوراق في المغرب، كاين واش فهمتي كيفاش؟ المهم هذا الموضوع هذا نطرق ليه لاحقا، هذا الشيء اللي كاين. المهم الدراري كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، المهم ديروا سبسكرايب وبارطاجيو، المهم حنا في مساهمات الشعب، حنا تنعاونوا الدراري مساكن راه لا خدمه لا والو. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا معنا سبسكرايب، في امان الله، ساعه سعيده.